مرحبا، شكرا لمشاركتكم في التحليل الفني المسائي من شركة وينزور. معكم عمر الفودة. بالنسبة للجدول الاقتصادي، أهم خبر فاضل اليوم حيكون مخزونات النفط، حيكون الخبر بعد نصف ساعة. متوقع المخزون 2.4 مليون برميل. نرى أن القراءة السابقة كانت على 2.6 مليون برميل، فيبدو هذا من أهم الأخبار اليوم. نبدأ في تحليل اليورو. نرى أنه لدينا انعكاس جديد. نرى أنه منذ أول هذا الشهر كان بدأ في اتجاه هابط من 37، وصل إلى أدنى سعر 33.45، وأصبح لدينا علامات كافية حتى نقول أن الاتجاه الهابط انتهى. ما هي هذه العلامات؟ أولا كان لدينا، نرى هنا تشكيل نموذج الانعكاس الدبل بوتوم، خرج من القناة الهابطة وارتفع فوق المتوسط المتحرك 55، فالآن أصبح لدينا اتجاه جديد صاعد. إذا ذهبنا إلى رسم البياني مدى الساعة يتضح ذلك أكثر، فيمكننا رسم قناة صاعدة جديدة الآن تمثل هذا الاتجاه. وحسب التقرير على الموقع، إذا استمر التداول فوق 34.55 تستمر النظرية صعود. نرى أنه وصل خلال تداول اليوم إلى القمة 35.15، فستكون هذه نقطة المقاومة لليوم. الاسترليني يواصل الهبوط. نرى أنه كسر مستوى الدعم 56.30، ومن ثم حقق قاع جديد عند 55.72، ومن ثم تم كسره وحقق قاع جديد عند 55.30. فنظرية الهبوط تستمر، ونرى أنه لا يجد أي صعوبة في مواصلة الهبوط. نقطة المدار تكون عند 56.35. في حال ارتفع فوق هذا المستوى، يمكن أن نقول أن لدينا أول علامات الصعود. نرى أنه من أهم أهداف الصعود، أول مستوى سيكون 56.90 تقريبا، القمة التي نراها هنا، ونرى قمة هامة أيضا عند 58.40. نرى أن الاسترليني في اتجاه هابط منذ فترة طويلة، بالضبط بدأ من أول شهر واحد في أوائل هذه السنة وهو في اتجاه هابط، وحتى الآن كل يوم يستمر في الهبوط. دولار مقابل الياباني، نرى وصل، استطاع تحقيق قمة جديدة في تاريخ خلال الجلسة السابقة عند 94.45، استطاع كسر القمم السابقة التي نراها هنا، ومن ثم ارتد. الارتداد الذي نراه هنا لا يعتبر انعكاس بسبب أنه وجد دعم عند 93 نقطة المدار والمتوسط المتحرك، ويبدو الآن أنه سيعود إلى الصعود ليحاول تحقيق قمة جديدة فوق هذه القمة. ولكن إذا عاد تحت المتوسط المتحرك ونقطة المدار مناطق 93 و92 80، تكون إشارة سيئة للصعود، ومن ثم يصبح الهدف القاع الذي نراه هنا عند 92. ولكن حتى الآن تستمر نظرية الصعود، يجب تعديل القناة. وكما نرى أنه ما زال يتداول داخل القناة الصاعدة، فهذه إشارة إلى الصعود.
لا تغيير أيضا على الدولار مقابل السويسري. أهم نقطة يجب مراقبتها هي 91.50، نرى أن هذه المنطقة تكون نجد عندها نقطة المدار، والمتوسط المتحرك 55. فيوجد سببين لوجود دعم عند هذه النقطة، وأيضا نرى هبوط إلى هذه النقطة أكثر من عدة مرات، وفي كل مرة يجد دعم. ففي حال هبط أدناها تكون إشارة لانعكاس الاتجاه الصاعد الحالي، ولكن ما دام التداول فوقها فسنقول النظرية أنه سيعود إلى القمة 92.20 ليحاول تحقيق قمة جديدة فوق هذا المستوى. إذا استطاع الهبوط أدنى نقطة المدار يكون الهدف 90.60، ومن ثم أوطى سعر للاتجاه الهابط السابق 90.20. لدينا حركة هامة على الداو جونز، نرى القمم هنا التي كانت عند 13960 أخيرا تم كسرها خلال تداول الجلسة السابقة، ونرى عدة شمعات أغلقت فوق هذا المستوى. فنعم نستطيع أن نقول أن تم تجاوز هذه المرحلة، وحاليا نقطة المقاومة تكون 14000، هو الآن يحاول كسر هذه النقطة. وتستمر كذلك النظرية إذا استمر التداول فوق 13930. إذا هبط أدنى نقطة المدار الهدف التالي يكون 13880، ومن ثم 13800. الذهب أيضا شهدنا حركة هامة خلال جلسة 11-2، وهو كسر مستوى دعم هام عند 1650. نرى هنا عدة مرات في السابق لم يستطيع كسره، أخيرا تم كسره وحقق قاع جديد عند 1640. خلال الشمعات التي نراها هنا يبدو أنه مرة أخرى سيعود إلى هذا القاع ويحاول تحقيق قاع جديد. من أهم المستويات الذي سيجد صعوبة في تعديها أو منطقة دعم قوية نرى 1625. القاع الذي وصل إليه في تاريخ 4/1 يتضح أكثر الاتجاه الهابط. إذا ذهبنا إلى رسم البياني مدى الساعة، ويمكننا رسم قناة هابطة. حتى تمثل هذا الاتجاه. أخيرا بالنسبة للنفط عاد إلى الصعود. كنا نقول في التحليلات السابقة أنه أصبح لدينا قناة جديدة هابطة. توقف هذا الهبوط عند 95، نرى محاولتين هنا، وسبب وجود دعم عند هذه المنطقة نرى قاع سابق وصل إليه في تاريخ 23/1، ولكن نرى عند هذه النقطة في تاريخ 11/2 قبل جلستين خرج من القناة الهابطة وارتفع فوق المتوسط المتحرك ونقطة المدار، والآن يعود إلى القمة 98.20. وسيكون السؤال حاليا هل سيستطيع تجاوز هذه النقطة أم سيفشل للمرة الثالثة كما نرى لدينا محاولتين سابقة في الارتفاع فوق هذه النقطة. تستمر النظرية صعود إذا استمر التداول فوق 96.50. في حال هبط أدنى هذه النقطة تصبح النظرية عودة إلى 95.00. فربما يتم الآن بعد نصف ساعة صدور الخبر، وعلى هذا الأساس يتم كسر المقاومة أم لا. شكرا لاستماعكم، تجارة موفقة.